تدخل سي فيصل آخر تدخل قبل أن أحيل الكلمة للسيد وزير حقوق الإنسان، لأنه باش يغادرنا مش ممكن يغادرنا من غير ما أعطينا ملاحظاته حول الموضوع هذا. مع الشكر سيد الرئيس، أنا رحب بالسيد الوزير والطاقم المرافق له. هو القانون هذا يجي في إطار دعم المجهود العالمي لمقاومة التعذيب، أيضا تأسيسا على مصادقة الدولة التونسية لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، أيضا من أجل التصدي لكل أشكال التعذيب، لأنه يعتبر من أبشع الانتهاكات على الحقوق الإنسان. لكن حسب اعتقادي، والقانون هذا وقت اللي نقرأ فيه تعرض في أكثر من مناسبة إلى المرسوم عد 106، وحتى السيد الوزير في إحدى جلسات الاجتماع تعرض أيضا إلى هذا المرسوم، وصرح أنه بإمكان المجلس الوطني التأسيسي المراجعة وإلى تعديل هذا المرسوم. هو روى إحنا إذا كان المجلس الوطني التأسيسي عنده المبادرة التشريعية، روى حتى الحكومة عندها مبادرة تشريعية، إذا كان نحن ما قدمناش مشروع ولا ما نقحناش ولا ما ألغيناش ولا ما عدلناش، كان بإمكان الحكومة أنها تقدم. لولا اثنين، أنه القانون هذايا في حد ذاته، مشروع القانون هذايا راهو قادر أنه يتعرض إلى سقوط الدعوة في جريمة التعذيب، ويقول راهي ما تسقطش بمور الزمن، ويقول راهو كل الأحكام المخالفة لهذا القانون تعتبر ملغات ولا عمل بها. سهلة الحكاية والنجم نتعدوا، ما نبقوش نتحدث على المرسوم. ثلاثة السيد الوزير، هو راهو لابد من التنصيص صراحة أيضا في هذا المشروع على أنه على مبدأ الرجعية في الزمن، يعني هو راهو مش معقول باش يبقى هذا القانون سري المفعول من المصادقة عليه أو من تركيب الهيئة دون الرجوع إلى قضايا أو جرائم التعذيب التي كانت موجودة خلال النظامين السابقين. زاد النجم نتعرضوا لها، نتصور أنه حتى من المنطق القانوني قادرة أن تكون موجودة المسألة هذه، أنه رجعية هذا القانون في الزمن. هذا على مستوى الشكل. على مستوى بعض الملحوظات المتعلقة بالنسبة لي أنا، إذا كنا نتحدث على استقلالية الهيئة، الاستقلالية مالية وإدارية، والأهم منها هي المالية، وإذا كنا نقول أنه موارد هذه الهيئة فقط تتمثل من الموارد المخصصة لها من ميزانية الدولة، رأوا ثم إمكانية أن نولوا نمسوا باستقلالية هذه الهيئة مرة أخرى، وقت تكون الهيئة هذه ما تخدمش الاختيارات السياسية متاعنا مرة أخرى، بعد 15 سنة ما تخدمش الاختيارات السياسية متاعنا، رأوا نولوا النجم ونقصولها من الموارد اللي هي الموارد المخصصة من ميزانية الدولة، ونولوا نضربوها في العمق على مستوى الاستقلالية. بالتالي لابد من التنصيص على أن هذه الهيئة لا يجب أن تكون لها موارد أخرى إضافية غير الموارد المتأتية من ميزانية الدولة. ثم مسألة تتعلق بالتركيبة، وهذا اللي تعرض لها سي رؤوف العيادي، تركيبة الهيئة وقت اللي جو نشوفوا ما نلقوا حتى واحد من أعضاء الهيئة اللي هو من الناس اللي كانوا من ضحايا التعذيب أيضا. هذه زادة مسألة موجودة يعتبر نقص في هذا القانون. أيضا على مستوى توزيع الصلاحيات ما بين الرئيس وأعضاء الهيئة، نتصور أنه ما ثمش توازن وثم تغول على مستوى الصلاحيات اللي هو مسندة إلى الرئيس على حساب أعضاء الهيئة. أيضا وملاحظة أخيرة، وهي ملاحظة تتعرض إلى توسيع صلاحيات هذه الهيئة لتشمل الحق في التقاضي نيابة عن ضحايا التعذيب، وأيضا إبداء الرأي في كل القوانين المتعلقة بتنفيذ العقوبات، وهذه ما هيش موجودة، وحنا نعرف أن كل القوانين المتعلقة بتنفيذ العقوبات من شأنها أن تكون أحيانا فيها بعض التجاوزات، وممكن توصل حتى إلى شكل من أشكال التعذيب. مع الشكر سيد الرئيس.